معدنا النهاردة مع درس جديد في الوحدة الرابعة، والوحدة بعنوان مصر بين حكم البطالمة والرومان، الصف الأول الإعدادي فصل دراسي التاني. في الوحدة دي تعرفنا في الدرس اللي فات، الدرس الأول كان بعنوان الإسكندر في مصر. اتعرفنا في الدرس ده على إن ربنا وهب لمصر ثروات وفيرة متعددة جعلتها مهدا للحضارة، كذلك هذه الثروات لفتت إليها أنظار الطامعين. من الطامعين اللي جم واستولوا على مصر الليبيين والآشوريين والفرس، لغاية ما جاء الإسكندر الأكبر كذلك واستولى على مصر. واتعرفنا في الدرس على مولد الإسكندر الأكبر ونشأته ولقبه بأنه لقب بلقب أعظم الفاتحين، ثم غزوه إلى مصر وكذلك سياسته فيها وتقربه من المصريين. ثم في النهاية تعرفنا على وفاة الإسكندر الأكبر ودفنه في الإسكندرية، كان الكلام ده سنة 323 قبل الميلاد. بعدها نتعرف في الدرس الثاني على مصر تحت حكم البطالمة، هنتعرف إيه اللي حصل بعد وفاة الإسكندر الأكبر. في الدرس عندنا 3 عناصر، أول عنصر قيام دولة البطالمة في مصر، العنصر الثاني المراحل التي مرت بها دولة البطالمة، العنصر الثالث الحضارة في مصر أثناء حكم البطالمة. نبدأ بالعنصر الأول وهو قيام دولة البطالمة. كيف قامت دولة البطالمة في مصر؟ قلنا دولة البطالمة قامت في مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر، حيث تم تقسيم إمبراطوريته بين قواده. السؤال هنا بما تفسر ليه تم تقسيم إمبراطورية الإسكندر بين قواده؟ الإجابة لأنه لم يكن له وريث، ما كانش عنده ابن أو أب يورث مكان هذه الإمبراطورية، فتم تقسيم هذه الإمبراطورية بين قواته. طب إيه اللي يحصل لو كان للإسكندر وريث؟ لم يتم تقسيم الإمبراطورية بين قواده، لكن الواقع إن ما كانش عنده وريث فتقسمت الإمبراطورية بين قواده، وكانت مصر من نصيب أحد القادة وهو بطليموس الأول الذي كان من أخلص حراس الإسكندر الأكبر، وبهذا تم تأسيس دولة البطالمة في مصر على يد بطليموس الأول، واتخذ الإسكندرية عاصمة لها، وقد استمر حكم البطالمة في مصر من سنة 323 قبل الميلاد حتى سنة 30 قبل الميلاد. السؤال هنا بقى أو العنصر الأول بيجي عليه الأسئلة، بما تفسر تقسيم إمبراطورية الإسكندر الأكبر بعد وفاته؟ أقول اتقسمت الإمبراطورية بسبب أنه لم يكن له وريث. طيب مين مؤسس دولة البطالمة؟ أقول له بطليموس الأول. مين أو إيه هي عاصمة دولة البطالمة في مصر؟ أقول له هي مدينة الإسكندرية. بعدها نتعرف في العنصر الثاني على مراحل دولة البطالمة في مصر. مرت أو المؤرخين بصوا على فترة التاريخ البطلمي في مصر، وجدوا إن الفترة دي تميزت بأنها مش كلها زي بعض، في جزئين في الفترة دي. في فترة أولى تميزت بقوة الازدهار، الفترة الثانية أو المرحلة الثانية تميزت بالضعف ثم الانهيار. فقسموها مرحلتين، يبقى مراحل دولة البطالمة في مصر كان مرحلة 2، المرحلة الأولى مرحلة القوة والازدهار، المرحلة الثانية مرحلة الضعف ثم الانهيار. نبدأ بالمرحلة الأولى مرحلة القوة والازدهار، إيه خصائصها؟ أقول له خصائصها ومميزاتها ما تميزت بالقوة والازدهار في كافة المجالات. طيب بدايتها تبدأ منذ عهد بطليموس الأول وتنتهي حتى نهاية عهد بطليموس الثالث، يعني مرحلة القوة والازدهار كانت في زمن بطليموس الأول، بطليموس الثاني، وبطليموس الثالث. بنهاية عهد بطليموس الثالث انتهت المرحلة الأولى مرحلة القوة والازدهار، وتبدأ المرحلة الثانية مرحلة الضعف ثم الانهيار، من أول تولي بطليموس الرابع أول ملوك الضعفاء لحتى نهاية عهد الملكة كيروباترا آخر ملوك دولة بطالمة. وبانتهاء حكم كيروباترا سنة 30 قبل الميلاد تصبح مصر ولاية رومانية زي ما نتعرف في الدرس اللي جاي. السؤال هنا يقول لي بما تفسر أسباب الضعف والانهيار في المرحلة الثانية؟ ليه حصل ضعف وانهيار؟ أقول له والله حصل الضعف والانهيار لثلاث أسباب، السببين داخليين وسبب خارجي. نبدأ بالسببين الداخليين، وهو زيادة ثورات المصريين ضد البطالمة وكذلك ضعف الملوك البطالمة. يبقى هما سببين داخل مصر، إن الثورات كتير اللي بيعملها المصريين، تعدد ثورات المصريين بالإضافة إلى ضعف ملوك دولة البطالمة. طيب السبب الخارجي الثالث هو زيادة نفوذ روما وتدخلها في شؤون مصر الداخلية، إن روما بدأ نفوذها يزيد وبدأت تتدخل في شؤون مصر الداخلية، فدول 3 أسباب أدوا إلى الضعف والانهيار في المرحلة الثانية من عصر البطالمة. ده كده كان
العنصر التاني فاضل في الفيديو اللي جاي نتعرف على العنصر التالت إن شاء الله.